صورة لجماهير القوى الجوية لافتة رفعت في ملعب المباراة اليوم، فيها مطالبة تقول إلى الجهات المعنية متى سيبنى ملعب الجوية. كابتن سمير، والله أنا أبو حسين أنا متجبجب أنه أخوض هاي التجربة، بس الخاطر عيونك راح أقول لك شنو كان طموحي. أنا من كنت نائب رئيس إدارية بالمؤقتة اجتمعت ويا الإدارة، قلت لهم أنا أريد منكم شغلة واحدة، أنا أريد أخوض وياكم سنة كاملة، لأن أنا نفسي بالتدريب، وهاي السنة تعطوني الصلاحيات أنه نبني ملعب، بس الملعب نبني يم المدينة، ملعب المدينة قريب على المدينة، باعتبار أنه عندنا 49 دونم خالصة. ال 49 دونم هاي خالصة لوزارة الدفاع، يعني بإمكان وزير الدفاع شخطة قلم مع رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء ينبني ملعب، ماكو مشكلة. ليش أصروا الأخوان إلا ينبني الملعب بشارع فلسطين؟ شارع فلسطين اللي عليه موافقات كثيرة، مثلا وزارة التخطيط، الأمانة، نصب الشهيد، المستثمر، الأخ ضياء الحلفي مط فلوس وعلى أساس مستثمر بالنادي، هاي كلها معوقات. أنا ليش أعوف الشغلة السهلة اللي مؤاتية بدينا هي إدارية تقرر بناء ملعب، وأنا متأكد مليون بالمية كتاب إلى رئاسة الوزراء والرجل متعاون، إذا سياسيا إذا اقتصاديا إذا رياضيا، أستاذ محمد إشاع السوداني، بإمكانهم يوفرون جميع الموهبة، وهذا بنى تحتية. يعني هذا إذا صير صرح لنادي الجماعة عايفين الطريق السهل بالضبط، ويروحون يواجهون كل هذه الجهات والتوقيعات اللي مستحيل ممكن. صدقني أبو حسين وأنا وياك هسه عجوا، قلت لهم أمنية بوجودي نبني هذا الملعب بالحبيبية، والله ياخذ امانته، الله يشهد والله. كريدت بس الله يخليك رحم الله والديك، كريدت بس احقق امنيه الجماهير، لكن بس شاءت الاقدار وصار هذا الطريق. واتمنى من الاخوان الموجودين يعني يروحون على هذا الاتجاه، يعني هسه انا اهم رساله لهم، يعني اتركوا شارع فلسطين، روح على الملعب، ملعب الحبيبيه 49 دونم كابتن، تقدر تسوي فندق هناك، تقدر تسوي ملعب، تقدر تسوي بنى تحتية رياضية، كلها تفيد. فما أدري، راحوا على الصعب وعافوا السهل. حتى موقف للأمانة، وهذه تحسب من أكو نقطة مضيئة يجب أن نتحدث فيها. تمام، هتاف جمهور الجوية اليوم ومساندته لحسين لاوندي بكل صراحة يرفع الرأس. جمهور القوى الجوية، يعني شوف ترى أكثر الجماهير هم منين، هم عرقهم شنو؟ عراقي. والعراقي أنا حقيقة يعني تاج راسي والله حقيقة، يعني أنا العراقيين هم أصحاب شيمة وعزيمة، والشخص اللي يحتاج مساندة يوقفون له حتى لو منافس، أنا متأكد لا سامح الله، متأكد لا سامح الله يصير شيء بالزوراء يساندون الجوية، بالشرطة يساندون الجوية، وبنفس الوقت الجماهير الأخرى إذا صار شيء بالجوية. هم جت فترة بالجوية مشاكل، وهاي جمهور الزوراء وقفوا وجمهور الشرطة وقفوا، وهاي هي قيمة الجماهير العراقية. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه تتحقق أمنية الجماهير بإنشاء ملعب يليق في نادي القوى الجوية. شو رأيك بالشكوى اللي قدمها الاتحاد الآسيوي